تبنى مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون بيسمح بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية اللي بتشارك بتمويل حزب الله اللبناني اللي بتعتبره واشنطن تنظيم إرهابي من العام 1995، وبيطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل ما يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ويدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع، بوقت بيدعي مشروع القانون الرئيس أوباما لتصنيف الحزب كتنظيم بيمارس تهريب المخدرات، إذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم لشبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل. كما رح يؤدي مشروع القانون لتصنيف حزب الله كتنظيم إجرامي، مما رح يسمح للإدارة الأمريكية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الأموال وتهريب منتجات مزورة. وكانت واشنطن فرضت بالسنوات الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله، فبعشرة تموز الحالي أدرجت الخزينة الأمريكية على الإحاطة السوداء مجموعة ستار جروب هولدينجز ومقر بيروت والمتهمة بمساعدة الحزب على حيازة معدات عسكرية. بنيسان 2013 اتهمت واشنطن شركتين لبنانيتين لتحويل الأموال بالضلوع بشبكة لتهريب المخدرات، وأكدت الخزينة الأمريكية أنها مرتبطة بحزب الله. أما بشباط 2011 ففرضت وزارة الخزينة الأمريكية عقوبات على البنك اللبناني الكندي لاتهامه بتبييض أموال لصالح حزب الله ومصدره شبكة لتهريب المخدرات، حيث تم تصفية هالبنك اللي سدد 102 مليون دولار للسلطات الأمريكية بحزيران 2013 لتجنب الملاحقات.